يا رب يا ساتر. مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا كلكم تمام وبخير. جاسر مصطفى وجي توكس وظفك وفيديو جديد. مرحبا، زي ما تعودنا دائما في هذه السيريز عم بحط لك وظائف، عم بحط لك ايميلات، عم بحط لك معلومات شو المطلوب من الوظائف، وعم بعطيك نصائح كمان مرات لما تقدم على الوظيفه، المطالب الموجوده وكيف تقدم على هالوظيفه. So I think انها السيريز راح تكون كثير مفيده للجميع. ارجوك ما تبخل انك انت تعمل لايك وتعمل شير وتعمل سبسكرايب، تعمل انيبل نوتيفيكيشن بيل، لحتى سبسكرايب والانيبل نوتيفيكيشن بيل راح يعطيك ابيليتي انه تطلع عندك انت دائما نوتيفيكيشن للفيديوز اول ما تنزل، فتقدر تشوفها اول ما تنزل، تعرف عن الوظائف اول باول. الشغله الثانيه اللايك والشيرز راح يعطي ابيليتي لليوتيوب انه يفهم انه هذا الفيديو فيديو مهم، وراح يصير هو يقترحه للناس اللي بتدور على هذا النوع من الفيديوز بطريقه اكثر وبشكل اوسع. فيا ريت لو نعمل مره ثانيه لايك شير سبسكرايب انيبل نوتيفيكيشن بيل، ويلا نبلش. Next guys بيحكي لك مطلوب مبرمجة ومصممة ويب، وطالبين انها تكون تتقن برامج الويب PHP ASP والجافا، وتكون اردنية، وتكون خريجة جامعية في احد تخصصات الحاسوب. الوصف الوظيفي: تعديل وإعادة تصميم المواقع الإلكترونية أو الموقع الإلكتروني للشركة، متابعة حسابات السوشيال ميديا للشركة، خلق العروض والحملات التسويقية والمواد التسويقية للشركة وتنظيمها. يعني كل الشغل تبعها راح يكون لنفس الشركة، البوزيشن هاد لشركة إكس، وهي شركة إكس تشتغل في مجال واي، وبدهم إنك سوري إنك أنت أو أنت عفوا تشتغلوا على الويب ديزاين والويب ديزاين تبع الشركه وحسابات السوشيال ميديا تبع الشركه، وتعملوا كونتنت كرييشن وماركتنج كامبينز للشركه اتسلف. وطبعا بده اياك تعمل تراكنج على هاو ساتسفايد ذا كلاينتس ار، انك انت تشوف قديش في رضا من العملاء عند الزباين بعد بيع خدمه ما بعد البيع، وتعتمد على الاناليتكس وعلى جمع المعلومات من الكلاينتس والتواصل معهم طبعا، او انك انت تعمل اشي على الويب سايت يدخل عليه الكلاينتس يعمل فيدباك عن الخدمه اللي اخذها من عندك وعن المنتج اللي اشتراه من عندك وعن بعد البيع شو صار معه. سو هذا هو الديسكربشن كامل. شغل العمل في الاردن في عمان في شارع مكه، الدوام من الاحد للخميس من الساعه 8:30 للساعه 5 المساء، يومين سبت بالشهر راح يخلوك تداوم زي ما هو مكتوب التفاصيل. عشان تقدم الوظيفه سوري عشان تقدم للوظيفه ابعت السي في تبعك وصوره شخصيه حديثه على البريد الالكتروني. I think انه they care for الشكل. للاسف اذا ما كانت المهنه تتطلب انه الواحد يكون presentable، فما بحب انه انا هذا الطلب باي ذا واي، او انه يكون الشكل جزء من الحكم. لكن في وظائف تعتمد انه لازم تكون representative ويكون شكلك مرتب والى اخره. بس anyways Go ahead guys وابعتوه. بدهم اياك في عنوان الايميل، يعني السبجكت تبع الايميل ضروري تحط ويب ديفلوبر او اونلاين / اونلاين ماركتنج جوب. اعلان مطلوب لشركه امريكيه في قطر، مندوب مبيعات عدد 2، مندوب مبيعات عدد 3، المواصفات خبره في مجال التسويق الخارجي واللغه الانجليزيه. يا جاسر هي طلع مطلوب في وظيفه لغه انجليزيه، كيف تحكي لنا اللغه الانجليزيه مش مهمه؟ انا ما حكيت اللغه الانجليزيه مش مهمة، أنا حكيت لك إنه لازم تكون تعرف توصل معلومتك باللغة الإنجليزية، إذا بدك تطورها عشان تتقنها 100% فهذا إشي إلك أنت وللمظهر، يعني إنه أنا بحكي إنجلش بروفيشنال، ممكن تفتح لك أبواب تانية، بس إنك أنت المطلوب منك أي وظيفة تتوظفها إنك أنت تكون تعرف تحكي إنجلش لحتى توصل المعلومة، قد ما كنت أحسن في الإنجلش ممكن تعرف بوزيشنز ثانية، لكن أكسنت، لكن جرامر، لكن كذا مش كثير بتبعوا عليك فيها، بس ما تكون بتخبص الدنيا مع بعض. هذا لانه في عندك دايركت كونتاكت مع الكلاينتس، راح تروح تحكي معهم بالانجلش شكل هذه الوظيفه تحديدا، فطالبين انك تكون تعرف انجليزي. مستوى الانجلش غير محدد انك انت تكون اكسلنت او بروفيشنال سوري في الانجلش، بس تكون تقدر توصل المعلومه. ولازم تكون كمان مطلوب المعرفه في الملفات او سوري برامج المايكروسوفت وورد اند اكسل. وحاطين للتواصل رقم على الواتساب. ويفضل يكون معك رخصة قيادة قطرية، سنس انه بدهم رخصة قيادة قطرية معناته انت لازم يكون عندك إقامة قطرية،
وتروح تقدم لهذا البوزيشن. القائمة القطرية لا تعني انك انت تكون مواطن قطري او الناشوناليتي تبعتك انك انت الجنسية تبعتك قطري، لا انت عادي اي جنسية ومعاك اقامة قطرية انك انت مقيم في دولة قطر. مهنة لدولة الكويت، بيحكي لك وي ار هايرينج وحاطين عدد من البوزيشنز، وهذا العدد بيحكي لك اكاونتنت، جرافيك ديزاينرز، فيديو جرافيك او فيديو جرافرز، وماركتنج ديفلوبر او اوفيسر، كول سنتر، ريسبشنست، والريسبشنست بدهم اياها فيميل، وكلينيك اسيستنت مانجر. بيحكي لك ابعت السي في على الايميل اللي عم بتشوفوه، وحاطين السبجكت اللي انت بدك تحطه في الايميل اللي بدك تبعته. انا لازم اطفي الاي سي لانه بارد. انت لابس لنا فيست ومشغل الاي سي، ما هو العجق اللي عم بتصير يا اخوان ما حد فاهمها. الجو بارد، لابس الفيست، مش كتير بارد يعني، بس هو بارد يعني، لابس الفيست. اسمع الاضاءات اللي انا حاططها حوالي عم تشوب كتير الدنيا. Anyways، وجهي اللي عم بشوب يعني مش جسمي. هاي الوظيفة للجرافيك ديزاينرز، it's open للجرافيك ديزاينرز and JD is as bare below. بدهم اياه either انه ميل او فيميل، مش فارق معاهم. experience 3 سنين لخمس سنين، وهاي الوظيفة موجودة في دولة قطر، والفول باكج تبعه راح يكون 5000 قطري. لو حكيت لكم دائما انه انا مرات من الوظائف اللي عم بشيرها واللي عم بحطها بالفيديوز بتكون من الجروب تبعنا على الفيسبوك اللي اسمه job.opp من job opportunities او opportunities زي ما بدك احكيها، بس ادخل على الفيسبوك اعمل جوين للجروب لحتى تقدر دائما تتابع معنا برضو على الاعلانات اللي بتنحط على هذا الجروب. وهذا الجروب بس للاعلان عن الوظائف، والبس طلعت بالبي مش بالبي العصاية لتحت. فاذا بدك توظف بالوظيفة اللي حكيت لك عنها تبعت الجرافيك ديزاينر والجي دي، ابعت السي في على الايميل الموجود في الصورة الموجودة على السكرين. هذا الايميل للهندسة المعمارية، بيحكي لك مطلوب في شركة دعاية وإعلان ديزاين بوكس اسمها في عمان في وادي السير، بحاجة لمهندس معمارية أو جرافيك ديزاينر. يعني هيك أو هيك، لأنه مرات المهندسين المعماريين بيكون عندهم أبيليتي إنه يشتغلوا آز جرافيك ديزاينر، فمرات بتلاقي في الإعلان إنه يس بنوظف مهندس معماري في وظيفة الجرافيك ديزاينر. المهندسين المعماريين اللي بتحكوا إنه لا ما بصير هيك، عادي لا تقدم. الجرافيك ديزاينرز اللي بيحكي لا ما بصير هيك، روح قدم عشان أنت اللي تاخذ هاي الوظيفة. جو أهيد وقدموا الوظيفة. البرامج اللي طالبينه AutoCAD, Illustrator and Photoshop. و I think لأنه مطلوب AutoCAD فهو طالب أنه بدي مهندس معماري. ساعات دوام 10 صباحا للسبعة المساء، وفي عندك ساعة بريك، وحاطين لك الإيميل اللي تقدم عليه عندك على الشاشة. اللي بعده الهندسة المدنية، والمكان في دولة قطر. بيحكي لك مطلوب العمل في دولة قطر مهندس مدني خبرة من 3 إلى 5 سنوات إشراف وتنفيذ أبنية، يشترط وجود خبرة سابقة في دول الخليج. ايميل job@safsaf اللي هي safsaf.com.jo. فواضح انه هذه شركة توظيف موجودة في الاردن، سو بدهم يوظفوا لدول الخليج. anyways الكل يقدم على الوظيفة. هاد للناس كثير 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 سألوني عن هاي الوظائف، عشان هيك كان لازم اجيبها. وظائف الدفاع المدني القطري، متطلبات تقديم. خليني اقرا لكم اياها قراءه لانه هاي كثير مهمه، وراح احطها اكيد على الشاشه. متطلبات التقديم في وظائف الدفاع المدني لغير القطريين، ان يكون حاصل شهاده الثانويه العامه اقل ما فيها التوجيهي، ان لا يقل العمر عن 18 سنه وما يزيد عن 29 سنه، نسخه من السيره الذاتيه وصوره من البطاقه الشخصيه وصوره من المؤهل العلمي، كتاب عدم ممانع من الكفيل. يعني ما دام حاط هاي النقطه معناته انت اكيد موجود في دوله قطر وبدك تعطيش اسمه NOC، زائد شهادة أول دخول للبلاد إنه أول مرة دخلت فيها على البلد، أن يكون الوزن والطول مناسبين. أنا ما بعرف كم الوزن والطول اللازم للدفاع المدني، بس تقدروا تشيكوا. أن يجتاز المقابلة الشخصية، اجتياز الفحص الطبي زائد اللياقة البدنية، أن لا تقل مدة الإقامة داخل الدولة عن 2 عام. سو هاي الشروط اللي موجودة للتقديم للدفاع المدني في دولة قطر. وحكي لك إنه لازم أتليست يكون لك 2 سنين موجود في دولة قطر أو مقيم في دولة قطر. كيفية التقديم لوظائف الدفاع المدني في دولة قطر، اللي بيلاقي في حاله الكفاءة علشان يقدم لوظائف دولة أو الدفاع المدني في دولة قطر لسنة 2020، يبعت السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي، وحط لك هدول الإدارات، وحط لك رقم التليفون للتواصل، وحط لك كمان الإيميلات تبعهم تقدر تشوفهم تقدر تبعت لهم.
هلا الان بصير انه حوالي في دوشه من برا من الجيران، فان شاء الله انها ما تكون عم بتاثر على الفيديو، لان في صوت اولاد بيصرخوا بركضوا في الكاريدور، سو ان شاء الله انها ما تكون طالعه معنا في الفيديو. anyways لما نزلنا فيديو الاول في سلسله الوظائف اصحابي دقوا فيي، ايش معلم ما في وظائف للمدرسين، ايش معلم ما في وظائف للمعلمين، ايش وين وظائف المعلمات؟ اوكي جايز، هذه الوظيفة للمدرسين والمدرسات في أكاديمية الشروق التعليمية العدام، مطلوب التعيين فورا مدرسات ومدرسين عربي وإنجليزي ورياضيات للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، وحاط لك رقم التلفون للتواصل، إذا بتقدر تبعت واتساب أو بتقدر ترن على رقم التلفون الموجود في الصورة. وباي ذا واي هاي المدرسة موجودة في دولة الكويت، يعني بتقدر أنك أنت تقدم مباشرة، وإذا بدك تبعت على الواتساب فأكيد حط مفتاح دولة الكويت، أو إذا بدك تتصل وأنت مش موجود في دولة الكويت فحط مفتاح دولة الكويت. لهون هيك I think بكفي لهذا الفيديو عدد الوظائف اللي أنا حطيتها. إن شاء الله يا رب كلكم إنكم أنتوا تقدموا على الوظائف، إن شاء الله إنه كثير ناس تقدر تحصل على هاي الوظيفة. يا ريت لو إنك أنت شايف إنه هذا الفيديو definitely أنا متأكد إنك شايف إنه راح يفيد عدد كبير من الناس، إذا أنت بتعمل عليه لايك وشير سبسكرايب لإلك، السبسكرايب طبعا وتعمل enable notification bell عشان توصلك أنت notifications، اللايك والشير راح يساعدوا الفيديو كثير إنه ينتشر لحتى يستفيد منه عدد أكبر من الناس. So go ahead guys، ما تبخلوا على بعض بهذا الموضوع، وموضوع إنه الكل يستفيد من الفيديوز تبع الوظائف تحديدا. يعني إذا في عندك أو عم بمر عليك وظائف فيريت لو تحط لنا إياها كمان في الكومنتس، وأنا رح صير أرجع على الفيديوز وأشوف شو الوظائف اللي عم يتم الإعلان عنها، وحاول إنه الوظائف اللي تحط لنا إياها في الكومنتس تكون وظائف حديثة ما تكون قديمة وزمان تم الإعلان عنها، وحط لنا سكرين شوت للمكان أو بعت لي سكرين شوت للمكان اللي أنت أخذت منه الوظيفة اللي عم تعطينا إياها لحتى الكل يقدر يستفيد منها. وإن شاء الله بالفيديوز الجاية زي ما حكيت رح صير أحط من تعليقات الناس او المتابعين اللي عم بيحضروا هاي الفيديوز. شكرا لكم وبشوفكم الفيديو الجاي.